بكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشره الظهيره تتابعونا فيها. المخيمة الصيفية تستقطب العديد من الأطفال لما توفره لهم من أنشطة تربوية وترفيهية. مخيم رسلمة بإفران يعد من أكبر المخيمات الجبلية على الصعيد الوطني. المخيم بلغ مرحلته الرابعة باستقباله لحوالي 13 ألف مستفيد. روبورتاج عبد المجيد حلاوي وأحمد فاضلي. المرحلة الرابعة للتخييم برأس الماء إقليم إفران موزعة على عدة فضاءات تشمل بنصميم وعائشة مبارك 1 و2 وسماحة. الاستفادة من الأنشطة تبلغ حدها الأقصى. جينا من إقليم لنا باش نتعلموا بزاف د الحوايج اللي تساعدني في الدراسة وتساعدني في المستقبل. عجبني هذا المخيم، تعلمنا فيه كل شيء بهذه الحفلة اللي داروا لنا. لأنا جيت كنفيقوا بكري كنعتمدوا على راسنا. أنا جيت من الرشيدية وأول مرة كنجي لهذا المخيم وعجبني بزاف، وتعلمت فيه بزاف د الحوايج اللي غادي يساعدوني في الدراسة ديالي، وخصوصا هذه الحفلة الرائعة جدا. إلى جانب الأطفال المغاربة يشارك في البرنامج الوطني للتخييم الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية عدد من الأطفال الأفارقة، حيث المعرفة المتبادلة بالثقافة والعادات. هذاك مخيم زوين عجبني، مع حنا جالسين مع الدراري المغاربة كنلعبوا بعضياتنا، ما كانش يفرق بين حنايا والمغاربة، ديما كنكون جالسين طابلة وحدة كنجمعوا كنلعبوا. أشكر جلالة الملك الذي يسهر على تنظيم هذه الأنشطة الترفيهية لفائدة الأطفال. أتقدم إلى جلالته بأسمى عبارات الشكر لكل ما يقدمه لهؤلاء الأطفال، وعيا منه بأن الطفل هو المستقبل، هو الغد. وجب إذن رعاية الطفولة وإعطاؤها الفرصة للتعبير. الحمد لله المراحل ديال التخييم راه مسترسله في واحد الشكل ايجابي، شكل تربوي. الاطفال كيتلقنوا في المخيم واحد المجموعه ديال القيام. بعد العيد سيدخل البرنامج الوطني للتخييم مرحلته الخامسه. عده محاور ستعرفها الانشطه وتهم البيئه والمواطنه وتخليد رجوع المغرب عضوا فاعلا بمنظمه الاتحاد الافريقي.